كرومبو كرومبو مع المفتش كرومبو 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 مع المفتش كرومبو. قضيتنا اليوم هي السرقة بالسلاح. سوبر مارشي سونترفيل تسرق البارح بالليل، والسرقة كلها تسجلات صوت وصورة بكاميرات المراقبة. هز يديك للفوق واعطيني كاع الفلوس اللي عندك. واخا واخا غير ما تزربش. فين؟ اسمعني مزيان، ما تلعبهمش معايا من دابا. النهار كحل هذا، انت على ما بالي ما كتشوف والو. هاك الفلوس. اعطيني واحد الدجاجة من هذوك. راه هما اش من دجاجة؟ هذيك راه باكية الكلينيكس. واخا ارى لي باكية الكلينيكس، ارى اللي عطيتيني. واش ما بايناش عليا شفار ولا؟ والمشتبه فيهم بالسرقة واحد من هادو، واحد سعيد نشير، زوج عباس مقشعوالو، ثلاثة جمال القفل. انا عرفت شكون يسرق السوبر مارشي، ولا حتى انت عرفتي ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 او اتصل بالهاتف الثابت 08 90 63 99 او بورتابل 40 43 وتربح 5000 درهم كل اسبوع. وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.